بما اننا في رمضان ورمضان بيحب الكنافه والكنافه ليها كذا طريقه، فيلا بينا ناخدها ونعملها على طريقتنا. بص يا معلم، اول حاجه نقوم جايبين الكنافه بتاعتنا وحطيناها في الفريزر عشان تجمد معانا شويه ونقدر نقطعها، وعلى جنب هنقوم مقطعين شويه فراوله وحطينا بوله ونزلين عليها باربع معالق سكر، ونقوم مكسين كل حاجه مع بعض ومغطينهم ورق سوليفان وحاطينهم في الثلاجه تقريبا بتاع ساعتين. هنقوم جايبين الكنافه بتاعتنا واخدين على قدنا وحطيناها في الخلاط ونفرمها فرمه ناعمه، وفي اي طاسه عندنا نقوم نازلين بمعلقتين سمنه والكنافه بتاعتنا مع معلقتين سكر لحد ما لونهم يتغير، وفي اي كاسرولة عندنا نقوم نازلين بالفراوله بتاعتنا ومشغلين النار لحد ما يقلب معانا زي المربى، ونسيبها في التلاجة عشان تبرد شويه. في اي بول عندنا نقوم جايبين 100 مل كريمه خفق او كريم شانتيه ونازلين عليهم معلقتين سكر بودره مع رشه فانيليا، وجايبين المضرب بتاعنا ونفضل نضرب فيهم لحد ما يوصلوا معانا للقوام ده. وبس كده يا معلم، وجا الوقت ان احنا نحط كل حاجه فوق بعض ونرسوها. نقوم نازلين بطبقه كنافه عليها طبقه كريمه، بعدين طبقه كنافه، بعدين طبقه كريمه، وجايبين من معلقه من معلقتين من مربى الفراوله اللي احنا عملناها. وبس كده يا معلم احنا خلصنا، وعيش بقى واكتب لي تحت في الكومنتات عايزين نعمل ايه تاني. وبس كده، يا لهوي على العظمة.